أهلا بكم. الزيارة الأمريكية لدول وسط آسيا كانت محط أنظار العالم لما تمثله هذه الدول من أهمية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. زيارة عرض خلالها أنتوني بلينكين دعم الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى لتقليص اعتمادها على روسيا، وحذر بلينكين من أن أي تقلب في المواقف إزاء ملف أوكرانيا من شأنه أن يزيد من تعنت موسكو في أنحاء أخرى من الكتلة السوفيتية السابقة. فلماذا تسعى واشنطن لاستمالة دول آسيا الوسطى إلى صفها؟ هل تثبت دول آسيا الوسطى على مواقفها من الحرب في أوكرانيا؟ وما أبعاد التعاون الروسي الصيني في المنطقة؟ هذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها في عدد اليوم من نبض العالم، نلتقي بعد حين. تقيم دول آسيا الوسطى علاقات أمنية واقتصادية مع روسيا، لكنها بخلاف بيلاروسيا لم تلتف حول موسكو في الحرب، بيد أن الدول الخمس امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية العامة الأممية يقضي بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا. وتهدف زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى دول آسيا الوسطى تهدف إلى تعزيز نفوذ بلاده في المنطقة الواقعة ضمن نطاق هيمنة الجار الروسي القوي والنفوذ الصيني المتنامي، لا سيما من خلال مشروع استثمارات بكين في طريق الحرير. للمزيد مشاهدينا نرحب بالمحلل السياسي الدكتور حكيم بغرارة، أهلا بك. أهلا، شكرا على الدعوة، أهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. ومن أثينا نرحب عبر سكايب بالدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة البريطانية، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، شكرا. ونرحب من لندن عبر الهاتف بالدكتور عبد العزيز أغنية، المحلل السياسي، أهلا بك معنا الدكتور عبد العزيز. تحياتي واحترامي أستاذ الكريم، وتحية إلى ضيوف الأكارم والمشاهدين الطيبين. طيب، إذا أبدأ مع ضيفي من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، ما الذي تريده إدارة بايدن من زيارة وزير خارجيتها إلى منطقة آسيا الوسطى في هذه المرحلة، وما الرسائل التي تريد واشنطن تمريرها؟ حين تعجز الولايات المتحدة عن المواجهة فإنها تلجأ لأسلوبين. الأسلوب الأول إثارة الأمور الداخلية من خلال إثارة موضوع الجوع والمشاكل الاقتصادية، حقوق الإنسان، حقوق ما يسمى بالجاي، حقوق الأقليات، من خلال الحرب سعوا لتوقع أن تتفسخ السلطات الروسية وانقسم الجيش وينقض على بوتين، وهذا لم يحدث. نعم. كما تحدث الآن في موضوع الصين، موضوع حقوق الإنسان في هونغ كونغ وما شابه ذلك. حين يعجزون فإنهم، إذا رأينا بعض الأفلام الفيديو في سياسة الضباع حين يهجمون على حيوان قوي فإنهم يرهقونه من خلال إهامه بهجمات أو صرف جهده من خلال فتح ملفات مع الدول المجاورة ككازاخستان على سبيل المثال، لديها 7500 كيلو حدود مع روسيا. فبالتالي الآن روسيا تلعب، أمريكا تلعب الحديقة الخلفية لروسيا، رغم ارتباطات الثقافية القوية في روسيا لهذه الدول، إلا أنه أيضا بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي
ظهرت بعض الأحزاب والنعرات القومية والدينية التي يعني تنادي بالابتعاد عن موسكو. وأيضا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل ما حدث في أوكرانيا لإرعاء لخلق رعب لدى هذه الدول، وبالتالي صرف الجهد الصيني والروسي تجاه ملفات حدودية أو ملفات قومية في موضوع الأقليات الروسية في هذه الدول وما شابه ذلك. طيب، نتحول إلى لندن مع الدكتور عبد العزيز أغنية. باعتقادك لماذا تقدم الولايات المتحدة المساعدات والإغراءات على دول آسيا الوسطى في هذه المرحلة؟ سيدتي الكريمة، هناك انعكاس للحرب الأوكرانية الروسية، وإنجاز التعبير هي في الحقيقة الحرب الغربية الروسية ومحاولة إلى إشعال الحرب الدبلوماسية. الآن أصبحت أمريكا تستخدم علنا هذا الذراع ومحاولة إلى شراء ولاءات هذه الدول أو تحديدها. من المعروف كما ذكر ضيفك من أثينا إن هذه الدول تعتبر الطوق الأمني والأمن القومي الروسي، هذه كلها الدول تعتبر من دول الطوق، وبالتالي اختراقها أو محاولة العزف على أوتار أطمعها أو النعرات التي بها ضد حقبة الاتحاد السوفيتي والتهويل بأن ما يحدث اليوم من روسيا في أوكرانيا هو ربما سيكون مصير مشابه لهذه الدول، وأنه الاتحاد السوفيتي سيعود بمنظور آخر، ومحاولة شيطنة الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ووصفه كديكتاتوري من دكتاتورية العصر الحديث. كل هذه من أجل تفكيك أي قوة أخرى جديدة قد تكون قوة مناهضة لأحادية القطب الواحد التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل ما, 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 ما موجود من سياسة الفوضى الخلاقة التي تنتهجها الولايات المتحدة، وربما جربت هذه ملامح هذه السياسة في كثير من الدول العربية ودول العالم الثالث التي أصبحت دول قلاقل بها مستمرة. وبالتالي شيئين أساسيين يحبهما الغرب ترحل من هذه الدول هي الأموال أولا، ثم تأتي الخبرات وتأتي القوة العاملة التي ستترك مناطق الصراع وتهاجر إلى المنطقة الغربية. لعل الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتحركات وزير خارجيتها المعلنة في دول آسيا الوسطى اللي محاولة لأرص الصفوف أو محاولة إلى خلق سد آخر لمحاصرة روسيا أكثر. طيب، الدكتور حكيم بغرار، العلاقات الأمريكية مع دول أستان الخمس متأرجحة، كيف تنظر إلى هذه العلاقة هذه الدول، وأي أهمية تعلق عليها في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة؟ هو الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هو صراع يعود إلى خلفيات تاريخية. في القرن السابع عشر بعد انعقاد مؤتمر وستفاليا لوضع حد للفوضى في أوروبا، اتفق الأوروبيين على احترام الحدود فيما بينهم واحترام التعددية الدينية والتوجهات الحزبية حتى يوقفوا الحروب الشاملة، بتوافق مع الولايات المتحدة أو مع منظرين كانوا مستعدين للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتحاد أو دول أوروبا عندما اتفقت كانت متوجسة من روسيا، لأن روسيا لم تقتنع بمخرجات مؤتمر وستفاليا، لأنها دائما تعمل على توسيع حدودها ومجالها القومي، وهو ما يبرر فيما بعد الثورة البولشوفية وتوسعها تقريبا في كل دول آسيا الشمالية والجنوبية، ووصلت إلى هذه دول آسيا الوسطى. وعليه فهذه دول آسيا الوسطى خاصة دول الواقعة قرب بحر قزوين قاومت نوعا ما البلاشفة ورفضت التوجه السوفياتي الذي بدأ في الحرب الأهلية في 1918. وبالتالي حتى نعطي هذه الأمور التاريخية، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تقول بأن هدفها هو احترام القيم الإنسانية الخاصة بحرية الفرد وحرية الإنتاج والحرية الاقتصادية، حتى تضمن فيما بعد التدخل في أي منطقة في العالم تمس فيها هذه القيم. حتى نعود إلى
السؤال، روسيا عبر فلاديمير بوتين عندما كان في الكي جي بي كان يرفض أو كان أكبر الرافضين لانقسام الاتحاد السوفيتي، وقال بأن هذا أكبر خطأ ارتكب في القرن العشرين، وبالتالي كان دائما لديه الحلم لإرجاع هذه الإمبراطورية الروسية المعروفة بحكم القياصرة والتمدد في مختلف أنحاء العالم. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية عبر دول آسيا الوسطى تريد أن تتوغل قيميا وحضاريا من خلال ربما تشجيع التيارات الليبرالية وتشجيع رجال الأعمال والحرية، ويكفي بأن الكثير من المؤسسات النفطية بها أمريكان في مجالس الإدارة حتى يؤثرون فيما بعد عبر هذه الشركات الكبرى في إيصال ربما شخصيات إلى أنظمة الحكم تكون قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل معادية لروسيا أو محايدة في أسوأ حال حتى لا تضمن تمددا روسيا. على كل هذه الدول الخمسة ب 4.1 مليون كيلومتر مربع، مساحة شاسعة جدا، من إيران إلى روسيا منغوليا والصين، هي امتداد حيوي كبير جدا. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية التوغل، وإن كانت هي موجودة عبر قواعد عسكرية في قرغيزستان، الهند موجودة بقواعد عسكرية، فرنسا موجودة، وألمانيا التي لديها الكثير من سكان من أصول ألمانية في هذه المنطقة، وبالتالي الأمور هي معقدة جدا في هذه الدول، ويمكن إثارة الكثير من المكبوتات إن صح التعبير، أو الكثير من الحضارات، الكثير من الإثنيات، الكثير من الدين. آخر ربما نقطة أذكرها أن مثلا كازاخستان 30% من السكان من أصول روسية، وهذا ربما حتى نفهم الخلفيات للصراع الكبير في هذه المناطق وإن كانت غير معلومة. نعم، نتحول إلى أثينا مع ضيفنا دكتور عبد اللطيف درويش. هل تخشى واشنطن اليوم من أن تشكل دول آسيا الوسطى طوق نجاة قد يساعد روسيا في موضوع الالتفاف على العقوبات الغربية؟ طبعا، لأن هي عبارة عن أسواق وتأثير ثقافي للروس، وأيضا اقتصاديا نشطت الصين بشكل كبير، قامت بالاستثمار في موضوع الطرق، المطارات والتمويل، البنية التحتية وفي التكنولوجيا وأسواق الملابس القطنية وما شابه ذلك. فهي أيضا ستضرب عصفورين بحجر، هذه الدول قد تكون سد منيع إذا نجحت الولايات المتحدة في يعني تعطيل العلاقات الروسية الصينية، إشغال الصين وروسيا في أمور وصراعات في هذه المنطقة، قطع طريق الحرير. ولكن أريد أن أنوه إلى أيضا حتى الولايات المتحدة تعتبر أمريكا اللاتينية مجالها الحياة، وتعتبر كل أوروبا والاتحاد الأوروبي مجالها الحياة، ولن تسمع. إذا تحدثنا عن حقوق الإنسان فلتعالج حقوق الإنسان في موضوع القتل المنهجي واليومي للسود في الولايات المتحدة الأمريكية، فأيضا قضية حقوق الإنسان. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تجيد نشر غسيل للآخرين، النشر الوسخ، ولكن الآخرين لا يستعملون نفس السلاح للأسف. طيب الدكتور عبد العزيز، أغني من خلال تصريحات وتحركات مسؤولين أمريكيين في الأيام الأخيرة في عواصم آسيا الوسطى وتقديم عروض لتعاون عسكري وأمني وإغراءات اقتصادية أيضا، هل تحاول واشنطن باعتقادك توجيه ضربة مزدوجة لموسكو وبكين معا؟ نعم، تحاول غرس السفين في هذه المنطقة وخلق مواقع لها استراتيجية تعتمد على بالدرجة الأولى على فساد الطبقة السياسية، فقد جربت فساد الطبقة السياسية في كثير من دول العالم. إذا استجابت هذه الطبقة السياسية ولم تستطيع الصين أو روسيا عمل حدود أو سدود لمقاومة هذا المد الأمريكي، بالتأكيد ستكون ضربة مزدوجة. الجميع يعلم أن الحرب الأمريكية الصينية هي حرب مؤجلة لم يأتي وقتها بعد، ولكن ما يتجه اليوم وما يراه العالم هو الاستحواذ وتفكيك روسيا أكثر فأكثر، الاستحواذ على مناجمها، الاستحواذ على ثرواتها الطبيعية، هذه المساحة الشاسعة التي تمتد من شرق أوروبا إلى حدود اليابان، هذه مساحة لن تبقى فقط إلى روسيا. مثل ما أكد عليه الإخوة الضيوف الكرام،
النفوذ الأمريكي والمد الأمريكي هو مد قوي في إطار صراع مكونات، صراع مكونات، المكون اللاتيني، المكون الأفريقي، المكون الآسيوي، وأعتقد الآن هي بصدد هذه الحرب المزدوجة في روسيا في أوكرانيا ضد روسيا أيضا هي لإنهاك الاتحاد الأوروبي. فالإدارة الأمريكية لها أكثر من ذراع، وربما اللوبيات التي تسعى وراء هذا المال وتسعى وراء هذا الخراب لها أجندتها الخاصة وأجندتها التي هي أبعد من حقوق الإنسان أو ما يحدث في أوكرانيا. طيب الدكتور حكيم بغرارة، الهدف المعلن للتحرك الأمريكي تجاه آسيا الوسطى بنظر متابعين هو مكافحة الإرهاب والخطر الذي قد يأتي من أفغانستان، لكن ماذا عن الهدف الخفي؟ لا، هو الولايات المتحدة تمارس الردع النفسي، الردع الدبلوماسي. الولايات المتحدة الأمريكية عندما انسحبت من الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة في 1979 كان الهدف هو استغلال تايوان لإرهاق والتأثير النفسي على الصين، لأن الصين التي لوحت برد عسكري وبوقف زيارة كاميلا هاريس من قبل ونواب أمريكان، لكن الأمريكان متيقنين بأن الصين لن يستعملوا السلاح. وما هذه الاستفزازات ومحاولة تحطيم كبرياء هذا النظام الصيني أمام شعبه بمواصلة الاستفزازات في جزيرة تايوان وتزويدها بالسلاح والخبراء والقيام بمناورات ومرور حتى السفن الأمريكية قرب السواحل الصينية دون أن تنطلق رصاصة من الصين. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حسابا فقط لروسيا لأنها دولة قوية وتفعل كثيرا ولا تتكلم كثيرا، وبالتالي محاولة إرهاقها عبر التوغل في آسيا الوسطى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هو ما يقلقها حاليا عدم تحصلها على معلومات استخباراتية من داخل الصين أو من داخل روسيا. لهذا دائما هي تطالب من الطرفين بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لأن هذا الأمر يقلق الكثير من الأمريكان. لكن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية لحسابات انتخابية، كل هذه التحركات، إدارة الأزمة الأوكرانية، اليوم تخرج السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وتهدد دونالد ترامب بأن الحصانة التي يتمتع بها ليست مطلقة، وبالتالي فكل هذه الحسابات والتحركات هي متعلقة بالانتخابات الأمريكية القريبة جدا. وبايدن أعتقد بأنه يلعب كل الأوراق من أجل أن يجدد عهدة ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. على كل العلاقات الدولية حاليا متوترة كثيرا، حروب في الخفاء للسيطرة على النفط على المحروقات. دول آسيا الوسطى هي خزان اليورانيوم بالنسبة للاتحاد السوفيتي، لديهم 200 مليار برميل نفط بإمكان استخراجها، ولديها 200 ألف مليار من الاحتياطات النفطية في قاع العرض، حرب كبيرة على بحر قزوين فيه نسبة سكان ضعيفة جدا في هذه المنطقة، وبالتالي هي صحاري قاحلة فيها الكثير من القواعد العسكرية. روسيا تحاول على المدى الطويل استرجاع هيبة الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية السوفيتية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب لأن عبرا استهداف الصين واستهداف الهند للتأثير عليهم من أجل رفع اليد عن روسيا وحماية ظهرها وتزويدها ربما بالأسلحة والماكينات فشلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تستعمل هذا الطوق من الدول للتوغل أكثر في المنطقة. طيب الدكتور عبد اللطيف درويش، في ظل هذا التقارب الأمريكي الآسيوي، في ظل التقارب الأمريكي عفوا مع دول آسيا الوسطى، يعني لماذا امتنعت الجمهوريات الخمس عن تأييد أي من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الحرب الروسية الأوكرانية؟ لأنه بالتأكيد هناك لا زال يعني هناك علاقات تاريخية، علاقات ثقافية، علاقات مصالح، تحالفات بين هذه الدول وروسيا، فبالتالي لا يمكن شطب التاريخ نهائيا. حتى القوى التي أسلفت بذكرها القومية والدينية التي يسعى الغرب لتنميتها لتكون أداة للانفصال عن التأثير الروسي، أدوات لا زالت ضعيفة، المؤسسات الديمقراطية لا زالت ضعيفة، فبالتالي السلطة المطلقة لا زالت في يد أشخاص تربوا تقريبا في العهد الروسي ولديهم علاقات قوية مع روسيا، وبالتأكيد أيضا هم لا يريدون بأن يخسروا روسيا وأن يصبحوا أهداف لروسيا، لأن أيضا لروسيا تأثير ويمكنها تحريك الشارع أو تحريك بعض القوى في هذه الدول.
فبالتالي التصويت لصالح روسيا أو الامتناع عن التصويت هذا جزء من الاحترام أو جزء من العمل بفهم المصالح المشتركة مع روسيا. طيب أتوجه إليك بنفس السؤال الدكتور عبد العزيز أونية، لماذا امتنعت الجمهوريات الخمس في آسيا الوسطى عن تأييد أي من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الحرب الروسية الأوكرانية؟ تعرف جيدا هذه الدول هي مستهدفة بهذه الحرب، يعني مستهدفة بالمد أو بالمد الأمريكي أو بشراء الولاءات، ولكن أمنها القومي مرتبط بروسيا بشكل مباشر، مثل ما حدث في طاجستان عندما استحقت إلى الدعم العسكري في قتالها وفي حروبها الداخلية. يدرك الكثير من السياسيين في هذه الدول، وهنا أتكلم عن الطبقة السياسية المدركة والواعية وليست الطبقة السياسية التي تكون فاسدة والمستهدفة بهذه الزيارة، أن تشتري ولاءها للمنظومة الغربية بعيدا عن توحدها وتواجدها مع في موقف واحد في الخندق الروسي، وبالتالي رفضت هذه الجمهوريات أن تكون في الخندق الأمريكي مقابل الخندق الروسي، وبالتالي تأتي هذه الزيارة لحلحلة هذا الموقف الصامت. الآن أصبح كثير من دول العالم تعاني من المعايرة، إنجاز التعبير، المعايرة السياسية على موقفها من القرارات التي تتخذ الأمم المتحدة لصالح أوكرانيا ضد روسيا، وبالتالي أي دولة أخرى حتى وإن كانت دول العالم الثالث الضعيفة أصبحت تحت المنظار وتحت المجر، والكثير الآن يحاول أن يسعى لأن يقدم بعض من الإمكانيات أو بعض من الدعم لأوكرانيا، ليس لأنه مع أوكرانيا ولكن فقط من أجل الخشية من العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى في العالم. طيب الدكتور حكيم بغرارة، روسيا لطالما احتفظت بدورها كضامن للأمن إنجاز القول في المنطقة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، هل الخشية الروسية اليوم مصدرها سعي واشنطن لإقامة قواعد عسكرية بعد انسحابها من أفغانستان؟ بطبيعة الحال، وروسيا استبقت الأمر عندما حدثت مظاهرات قبل أشهر في كازاخستان، تدخل الجيش الروسي ومد يد العون للنظام في كازاخستان وأجهز على المظاهرات وأرجع الأمور إلى نصابها. كما قلنا كازاخستان التي لديها 7500 كيلومتر حدود مع روسيا، فالرسالة كانت واضحة من روسيا بأن لديها القدرة على إدارة الكثير من الأزمات، وبأن امتدادها الحيوي ما زال على مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وبالتالي كانت رسالة للغرب بأن امتدادها الحيوي هي مستعدة للدفاع عنه بكل الطرق، وعليه فهذا امتداد حيوي دون إقامة قواعد عسكرية، لأن تدخل الجيش الروسي في كازاخستان كان بعد إجراءات بسيطة جدا مع كازاخستان، وعليه فهذه رسالة واضحة جدا. وبوتين جاء إلى الحكم من أجل استرجاع مجد الاتحاد السوفيتي، وهذا ما يقلق الأمريكان والأوروبيين، لأن الدول التي لا تقبل العيش في حدودها المعترف بها دوليا، روسيا دائما تقول بأن حدودها مفتوحة على كل دول العالم، والدليل اليوم في إفريقيا بأنها في ليبيا، بأنها في مالي، ووصلت إلى خليج غينيا، وبالتالي قصرت المسافة مع الولايات المتحدة الأمريكية من 12000 كيلومتر إلى حوالي 6000 كيلومتر، وبالتالي إقامة قاعدة عسكرية في غينيا هو بمقابل سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الحرب استراتيجية والحسابات كبيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قالت بأن الانشغالات ستكون في الداخل الأمريكي حول التأمين الصحي وحول البطالة والاقتصاد، لكن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 قالت بأن الأمن القومي الأمريكي يصل إلى كينيا ويصل إلى كوريا ويصل إلى اليابان، وبالتالي روسيا التي أجهضت يعني خطط الغرب لتأمين أوكرانيا والاقتراب من غرفة نوم بوتين، هو يقاوم بكل الطرق في أوكرانيا، وقال بأن حتى استعمال السلاح النووي وارد لكن خسارة الروس، هذا الغرب عليه أن ينسى هذا الأمر، وبالتالي دفعهم إلى إيجاد حلول دبلوماسية. طيب الدكتور عبد اللطيف درويش، نبقى دائما
في ذات السياق واستكمالا لما تحدث عنها الدكتور حكيم بغرارة، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي فسرت نخب دول آسيا الوسطى استقلالها بأنه استقلال عن موسكو، وهو ما جعل هذه الدول تعتمد على مراكز القوى الأخرى، لكن في حال وجود أي تهديد على أمنها تلجأ إلى روسيا مثل ما حدث مع طاجكستان العام الماضي. ماذا يعني ذلك برأيك؟ السياسة واقعية، روسيا هي جارة لهم على امتدادهم، هناك مشاريع مشتركة، هناك أقليات روسية في هذه الدول، هناك مصالح، هناك تعاون علمي وموضوع البحث العلمي وموضوع العسكري. فبالتالي نعم قد تحترم سيادة هذه الدول على حدودها ما قبل الاتحاد السوفيتي، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك علاقات حسن جوار وأن تحترم هذه الدول تحفظات موسكو من اقتراب الغرب إلى حدودها. حقيقة الذي يحدث يجب أن نعي أنه صراع على الأسواق. الغرب الآن يخسر الأسواق لصالح روسيا، لصالح روسيا ولصالح الصين ودول بعض الدول الآسيوية مثل إندونيسيا، ماليزيا، يخسر الأسواق لصالح العديد من الدول. والآن الغرب يقاوم ويسعى لإعادة أن يبقى في سدة الحكم في العالم السياسية والاقتصادية بالقوة، وهذه ليست الحروب الإقليمية هنا وهناك والصراع على الغاز والنفط، إلا عملية محاولة الغرب الإبقاء على سيادته والسيطرة عليه. أعتقد أن نمو أقطاب جديدة في العالم هو لمصلحة السلم العالمي، لأن تفرد الغرب في السياسة والاقتصاد، الغرب لم يكن أخلاقيا في التعاون مع العديد من الملفات العالمية والأزمات، من ضمنها القضية الفلسطينية، قضايا كشمير، قضية أفغانستان، قضية العراق، قضية سوريا، لم يكن أخلاقيا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتغنى بها. بالعكس، نهب ثروات إفريقيا ودمر البنية التحتية، الدول الإفريقية لا تتحدث لغاتها الأم، اختفت حضاراتها. فبالتالي الغرب لم يكن أخلاقيا في التعامل مع هذه الدول. فبالتالي من مصلحتنا أن تنمو أقطاب جديدة أيا كانت، وأن يكون لدينا اصطفاف ولدينا هوية في أن نحدد نحن مصالحنا كعرب، ونحن ولا نكون فقط مجرد عربة تسير اقتصادياتنا خلف قرارات الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي. طيب الدكتور عبد العزيز، كانت هناك تصريحات لمسؤولة روسية تتحدث عن محاولات أمريكية لتأسيس نفسها في آسيا الوسطى من خلال تشجيعها على دعم العقوبات ضد روسيا، أليس هذا اتهام صريح من موسكو لواشنطن؟ نعم، ليس اتهام فقط، فما ما دفعته الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 مليار لصالح الدعم في الحرب الأوكرانية لصالح الأوكران، في حين تخرج مظاهرات داخل الداخل الأمريكي وتطالب بدعم القطاع الصحي والقطاع السكني ومطالبات المواطنين، ورأينا ذلك في أكثر من موقع من مواقع المترشحين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وحملة المظاهرات التي تخرج ضد هذه الحرب التي قد تتطور إلى أن تصبح حرب نووية أو حرب عالمية ثالثة. وأعتقد أن الولايات المتحدة هي عدو مباشر داخل روسيا في وسط أوكرانيا. حتى التعامل الروسي الأمريكي الذي يأتي على أقل مستويات التمثيل الدبلوماسي هو من أجل المحافظة على السلم العالمي قدر الإمكان، ولكن هي الحرب مباشرة وحرب ضروس ما بين الجهتين، ما بين الروس وما بين المنظومة الغربية. الضحية وأرض الحرب هي كانت أوكرانيا، والآن محاولة من الإدارة الأمريكية إلى ضم الكثير من الضحايا أو الأرض المحروقة، هذه الأرض التي ستصبح أرض للقتال لصالح القتال الغربي الروسي. والشمال الأفريقي، بعض دول الشمال الأفريقي مثل ليبيا، مالي، غيرها، كذلك وجود تواجد بعض القطع العسكرية والمناورات التي عملتها الاتحاد الروسي عملها الآن في جنوب أفريقيا، يعني هناك تحركات في قطع عسكرية وهناك جولات دبلوماسية للولايات المتحدة وللروس كذلك، ولكن الروس أقل إعلاما وأقل صوتا مرتفعا، بل في صوت منخفض، ولكن قتال على أرضه على الساحة الدولية سواء كانت دبلوماسية والسياسية
والاقتصادية وكذلك العسكرية في أوكرانيا. طيب الدكتور حكيم بغرارة، هل يمكن القول أن بلينكين حاول إثارة مخاوف دول آسيا الوسطى على سيادتها على أراضيها وقلقها من أن تشهد نفس المصير الأوكراني بتصريحاته؟ هو يمكن أن يكون قد استعمل هذه الخطاب وهذه الحجج، لكن تلك الدول ولائها لروسيا كبير جدا. كما قلت لك هناك لا توجد عدد سكان كبير في هذه الدول، تقريبا من أصل 60 مليون ساكنة 20 مليون من أصول روسية، وبالتالي روسيا إذا أرادت أن تستفز هذه الأقليات الروسية ستتدخل عسكريا وستؤمم هذه الدول بطريقة بسيطة بالنظر لقرب الإمدادات من أراضي الحرب، وهو ما قلب الموازين في الأراضي الأوكرانية. فروسيا تستفيد من الإمداد مباشرة، وبالتالي هذا امتداد حيوي لروسيا في هذه الدول، وهذه أنظمة الدول تعي ذلك جيدا، لأنه في حالات الفوضى دائما تستنجد بروسيا، ودبلوماسيا تستقبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن فيه شركات أمريكية، فيه قواعد عسكرية في قرغيزستان، وبالتالي فتلك الشركات النفطية الأمريكية هي ربما ما يجعل هذه الدول تستقبل وزير الخارجية الأمريكية وتستمع له، مجرد يعني دبلوماسية مرة، لكن مصالحها وامتدادها الحيوي هي تدرك جيدا، خاصة وأن 90% من هذه المناطق من المسلمين، والروس تصالحوا مع الشيشان، واليوم الشيشانيون يقاومون مع روسيا في أوكرانيا، وبالتالي هناك الكثير من الرسائل الحضارية. هذه المنطقة أو المنطقة الامتداد الروسي هي متأثرة بأفكار ألكسندر دوغين منظر السياسة الروسية، والتي يقول يجب تصفير الاستعمار والحفاظ على الهويات وعلى المذاهب الدينية الكاثوليكية. هذه الدول لديها دساتير علمانية، لكن الشعوب هي مسلمة ومسيحية كاثوليكية، وبالتالي روسيا بتصالحها مع الشيشان ووقف الحرب الشيشانية كانت تنظر لاستشراف مستقبلي، وبالتالي فبلينكين أعتقد بأن تم استقباله بطريقة ودية فقط في هذه الدول بالنظر لمصالح اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدا عن البعد القومي والحضاري والجغرافي. طيب الدكتور عبد اللطيف درويش، مقابل كل هذه الرسائل التي تريد الولايات المتحدة تمريرها اليوم، لماذا تبدو المواقف حذرة ومتوازنة حيال النزاع في أوكرانيا؟ لأنه لا أحد يريد أن يصطدم لا بالصين، الصين دولة عظمى، ولا بروسيا، وروسيا دولة عظمى. هناك نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في خلق تخوف لدى الفلبين ولدى العديد من الدول الآسيوية من الموضوع الصيني، فبالتالي فتحت قواعد جديدة، تم تعزيز القواعد العسكرية القديمة. أعتقد هذا في موضوع هذه المنطقة لن ينجح، لأن هناك علاقات تاريخية مع هذه الدول، فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى فقط لإيجاد معارك جانبية للروس أو قلق للروس، وذلك لتفتيت قدراتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية، على أمل أن يكون هناك على المدى البعيد انهيار أو تحول في الشارع ضد الروس. ولكن أعتقد العلاقة في هذه المنطقة لن تحقق الولايات المتحدة نجاح كما حققته في جنوب شرق آسيا في العديد من الدول كالفلبين واليابان وكوريا الجنوبية وما شابه ذلك، ولكن أعتقد أن الصينيين نجحوا والروس نجحوا في تعزيز هذه العلاقات من الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي، والذي سيصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح في مخططها. ولكن هذه هي الطريقة الأمريكية في التعامل مع خصومها حين يكونوا أقوياء. طيب وفي هذا الجانب الدكتور أغني، أتوجه لك بهذا السؤال وبالنقطة التي أثارها الآن الدكتور درويش بخصوص أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد صعوبة في إنجاح مخططها مع دول آسيا الوسطى، يعني هل في اعتقادك أن تنجح واشنطن في استمالة آسيا الوسطى إلى جانبها؟ لا أعتقد إلا إذا كانت هناك طبقة سياسية فاسدة، أما غير ذلك فإن التاريخ والجغرافيا والثقافة والأمن القومي لهذه الدول مجتمعة يصب في المصالح، يتوازى مع المصالح الروسية ومع الوجود الروسي ليس الوجود الأمريكي. تجارب الولايات المتحدة الأمريكية في نشر الحرية والديمقراطية في دول العالم تجارب سيئة، العالم لا ينسى فيتنام، العالم لا ينسى التدخل
الأمريكية حتى في منطقتنا العربية، يعني روسيا دولة، سوريا دولة شبه محطمة، ليبيا دولة محطمة بالكامل، العراق يشهد فشل سياسي عظيم كبير جدا يعني، وكثير من الدول الأخرى منطقتنا العربية، التباين في القضية الفلسطينية والانحياز التام للعدو الصهيوني أيضا يلقي بظلاله على كل دارسي السياسة وكل أصحاب المواقف بالمنطقة. لاقى الولايات المتحدة لاقت صعوبة كبيرة جدا في تمرير صفقة تمرير بعض الدبابات التي أكل عليها الدهر وشرف من ألمانيا باتجاه أوكرانيا، فما بالك بالنتائج هذه الحرب اليوم التي تخوضها روسيا داخل أوكرانيا، وما هي منتجات هذه الحرب واستنتاجات هذه الحرب. بالتأكيد روسيا دول آسيا الوسطى تدرك ذلك الضخم الكبير جدا اقتصاديا الذي بلع العالم هو الصين، تتململ الولايات المتحدة في محاولة لخلق أي حصار من أي نوع لهذا الكائن الضخم الذي بلع أمريكا اللاتينية والذي بلع أفريقيا والذي يمكن يبلع أوروبا الغربية، احتياطاته أمواله ذهبه، أصبح هو يعتبر محل الصرافة ومحل محل الخردوات لكل أوروبا لكل العالم بالنسبة للضخم الصيني، وبالتالي محاولة لزعزعة العالم لكي لا تفقد سيطرتها، خاصة إذا العالم توجه إلى تغيير العملات من العملة الأمريكية أو رصيد العملات إلى أشياء أخرى. فعلا هذه من الأشياء التي تضغ ناقص الخطر بالنسبة للولايات المتحدة التي عودتنا ألا تعيش إلا في ظل الحروب هروبا من واقعها الداخلي السيء. طيب الدكتور حكيم بغرارة، يعني هل في اعتقادك ستستفيد دول آسيا الوسطى من عزل روسيا؟ حقيقة أن روسيا بسيطرتها على بخموت الحرب ستنتهي في أوكرانيا، لأن روسيا هذا هو أهدافها العسكرية في أوكرانيا، هو تأمين منطقة دونباس وضمان خيرسون كممر بحري لشبه جزيرة القرم. روسيا تمكنت عبر قمة مجموعة العشرين في الهند من إفشال إصدار بيان نهائي كان سيدينها في الحرب الأوكرانية بتحالف من الهند وروسيا، وبالتالي فكل هذه المعطيات هي التي تجعل دول آسيا الوسطى تتكلم بثقة مع بلينكن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الصورة السيميولوجية للمسؤولين الأمريكان هي صورة مضطربة كثيرا، تعكس عن أوضاع نفسية محبطة كثيرا لما يجري في أوكرانيا، وبالتالي روسيا أعتقد بأن بعد أسابيع ستدخل في مفاوضات أو أوكرانيا ستدخل في مفاوضات مكرهة، لأن فرنسا وألمانيا تضغطان كثيرا على أوكرانيا لإيجاد حل دبلوماسي، وبالتالي التنازل عن الأراضي الأوكرانية لروسيا. ولأن من يتأمن من يؤمن هذا الغرب قسم كوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية هي عبارة عن ولاية أمريكية، اليابانيين مقهورين من الأمريكان، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سياستها مع روسيا دائما ما كانت تنتهي بالخسارة أو اقتسام الدول التي تحدث فيها حروب. وقت البرنامج الدكتور حكيم بغرارة، كل الشكر لك. شكرا لك من لندن الدكتور عبد العزيز غنية المحلل السياسي، وكل الشكر لك من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة البريطانية. مشاهدينا، إلى هنا يأتي ختام عدد اليوم من برنامج نبض العالم، موعدنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.